بسم الله الرحمن الرحيم. خطة الناشر لكتاب مدرسة الخالدية 5 أجيال تهدف لتأسيس مجتمع من المدرسين والمدرسات ولكن في التعليم المتوازي أو الموازي، أي الحصول على يعني المعلم أو المدرس والمدرسة الحصول على شهادة ماجستير مهني. طبعا المستهدفين من خريجي 1970 إلى عام 2000 أو الملتحقين بأولى ابتدائي، بنسميهم جريد 1 جي 1، يعني أي سنة من 70 إلى يعني قبل 70 ليسوا داخلين في الخطة. لذلك نجد في ما سنرى من الشارت المستهدفين الشريحة أو المجتمع الأكبر أكيد هم يعني ممكن يكونوا 500 يتم إعطائهم الفرصة للدخول في ماجستير عن بعد لدى الجامعة الأمريكية اللي هي جامعة الناس أو الجامعة University of People لدراسة التعليم. يعني ممكن هناك في من يلتحقوا من البنات أو الرجال وهم لديهم بكالوريوس أو شهادة جامعية وما عندهم شهادة تربية وتعليم، فلو أخذ الشهادة من الـ University of People وهي مصدقة من أشهر الجامعات بيركلي وفي مجال التعليم، معناته كأنها شهادة التربية والتعليم. وأيضا تسجيلهم بالنسبة للعرب في لأخذ الماجستير من أو تصديقها دراسة سنة أخرى لأخذ الماجستير من أكاديمية السادات، يعني ستحسب ساعات، يعني كأنه الأكاديمية صارت أو شهادة الماجستير المهني تقريبا 120 ساعة وليست 60 ساعة. الالتحاق بـ University of People سهل جدا، يعني تسجيل من أونلاين ودراسة عن بعد، والتكلفة بسيطة جدا، يعني ممكن كل ترم $200 يعني. فلو كانت مضغوطة في سنة يعني كل ترمين $400، يعني كلها $800 تكلفة الدراسة في الـ University of People، على أن يتم قبول هذه الساعات ضمن أكاديمية السادات أو برنامج أكاديمية السادات. برنامج أكاديمية السادات هو بحث في مصر لمدة سنة، فالدراسة أو الشهادة تكلف $40,000 لتأمين السكن وكذا، هو يريد
يدخل في البحث، لأنه حيسكن في مناطق ويقوم بالبحث مع فريق عمل. فلذلك يعني مثلا يوجه إلى أسوان أو كذا فريق معين تحت إشراف أكاديمية السادات، لكن هناك دفع $40,000 والبحوث هذه ستمول، يعني المعلومات التي فيها ستباع. فإذا الالتحاق ممكن يكون 10% 4,000 دولار، يعني 4,000 دولار و800 دولار يستطيع أن يتأهل كباحث في مجال التعليم الموازي في مصر والسعودية. طبعا بعد الانتهاء من البحث سيستمر عقد 5 سنوات، وممكن يكون يعين بعد سنتين ب$3,000 ويستمر 5 سنوات أو أكثر. فهي تفيد المتقاعدين، يعني الخريجين في 1970 هم اللي شاركوا في البحث، أو 75 أو 72 أو 73 في اللي دخلوا الابتدائي أو قبل أو بعد. نرجو أن وضحنا الغاية من الكتاب، وسوف يستمر البحث عن الذين سيروون